ولا هلا ستعرف ليه أنطوني بحملات الأكل بنال بتعمل فات بعقده. فنحن وين؟ نحن هلا بميد باي نيتشر، كل يوم كل يوم كل يوم فاتحين من 8 ل 8 في فود كورت وفي كثير اشياء حلوه. رح نعمل لكم بارمي نتعرف على كل حدا موجودين، مش دائما اكيد في بات، بس اكيد بوتيتو بار موجودين، كافي موجود دائما، كاك موجود دائما. خلينا نفرجيكم شوي الاجواء ونرجع نروح نحكي مع كل حدا. هلا بتشوف تمرين لك رشه جبنه بعد انت عندك واسطه يلا حطي لنا رشه جبنه. هلا صرت افهم ليه انطوني هالقد بحب ياكل الشيء طيبه. تمرين تمرين يلا نحن صرنا رحنا من مره بالشهر باستا داي بالميد باي نيتشر، كل مره بنعمل اربع اصناف باستا جديد. اليوم عملنا تركي وبازيلا، عملنا بازيليك، عملنا ثري هيرت، وعملنا مشروم باستا. فقال رد ما تجينا علينا قبل بوقت العالم تعرف. اليوم كان عندنا ايه مش يوم خالصين في محل بكره بندقكم عليه. خلي لنا بس خلص بونيت بونجور. خبرونا شو بنجي ناخذ معكم كل يوم كل يوم. دايلي اكيد نحن كافي شوب، كل يوم بنعمل امريكان كوفي، عندنا كوفي لاتيه، كابتشينو، موكا لاتيه، كراميل لاتيه، عندنا كولد درينك فول فليفرز، عندنا البيكري هن مافن بلوبري شوكليت دبل شوكليت، عندنا كوكيز، كوكيز كنافه، كوكيز بلوبري، عندنا سينيمون رول مع الكريم على وشها، عندنا تارت. اوكي ويلكم. 8 ل 8 كل يوم هون تاخذوا كافي اللي بدكم اياه. هلا انا برجع على الدسير بعد شوي. بوتيتو بار هلو هلو هاي، خبرونا عنكم. احنا بوتيتو بار بنشتغل بالبيك بوتيتو، بطاطا بقاعية من لبنان، كل البطاطا اللي عنا سيم كلها قد بعضها، بننقي وجه السحارة مثل ما بيقولوا اللي موجود واحلى انواع البضاعة اللي موجودة بالبقاع لحتى نعطي اطيب طعم. خبرنا شو الفليفرز وكل قد ايه رح تكونوا هون؟ نحن مبدئيا كل الاسبوع المفروض نكون هون بميد باي نيتشر بلاكومباني اونفيل. عنا كذا نوع، في عنا البيك بوتيتو اللي بتيجي سويس مشروم بوتيتو، بيجي بقلبها فطر وصوص سويس مشروم، في عندك التركي اند تشيز، في بيبروني فيجي، بيلد يور اون بوتيتو، في اشياء كثير. ثانك يو يور ويلكم. هاي روي هاي، هيدا مش بيتزا، هيدا مش كعكه حتى اليوم، اليوم هيدا قلب. لا بيتزا ولا كعكه، عاملينها قلب. فالنتاين كريمه. واحده الي واحده لك. روي خبرنا عن الكونسيبت، اي متى بكون هون موجود وكل شيء؟ نحن كل يوم هون من 8 ل 8، الكونسيبت اسمه كعك، هو لنرجع نحمس الناس ترجع تحب الكعكه اللبنانيه التراديشنال بس بطريقه مهضومه. اليوم عاملينها شكل قلب، ونحن بالعاده عندنا هي شكل تريونج اللي بنعمله فيها من البيكون للتشيز، فور تشيز، تركي اند تشيز، هام، بيتزا، لنوصل على التحليه النوتيلا وكل هول الخضار. ان شاء الله الكل بيقدر يجي يدوقها ويحبها ويكون عم بينبسط بهيدا المحل. ونحن بنرجع نذكر ب ميد باي نيتشر كاسليك 8-8 كل يوم، والاحد من 11 ل 7، واكيد وقتها يكون في ايفنت كمان بتعرفوا فيه والوقت. فهيك يعني اكل كتير طيب، انا ضايع من الاكل طيب. الاجواء كتير حلوه، كل وقت عم يجوا كتير عالم عم بدوقوا. اليوم فالنتاين سو مشان هيك بتشوفوا كل هول. اذا بهمكم الموضوع madebynature.app فيكم اكيد تطلبوا، والقطط معي التليفون لكم اياه على واتساب 816-842-31، كمان فيكم تطلبوا بدكم اياه، كاستمر سيرفيس موجود هون. وهيك صرنا فاتحين كل يوم 27 شهر. رح يحضر هذا الفيديو بعدين في ذا جراند اوبننج وناطرينكم. سو شو بتلاقوا بالمحل كل يوم؟ اوكي هون مثلا عندنا كوال عسل، في العسل تبعنا الاوك هاني هو من اكثر شيء موجوده، بس في عسل كمان لغيرنا مثل مثلا هون هاني جار، هيدا شغله كثير حلوه رح تصير موجوده من الثلاثه. رح يكون في هون فيهم عسل فلت، انت بتجيب مرتبانك من البيت تجي لهون تفتح وتحطهم هيك، ما بندفع حق الازاز 100 مره، ممكن عم نعمل ريسايكلينج، ممكن عم نوفر على جانبنا. غير هالاشياء في كثير، يعني في ورانا سيلين ضربت كلمه سيلين، يعني
البرودكت تبعها كثير 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 بحبون، كمان موجودين دائما في عنا ايادينا. بدي اخبركم عن الخضره. الخضره عم تاخذ هيك كثير رهجه كثير كبيره، كثير كثير ايتمز حلوه كلها سيزن. بس افرجيكم هيك نوعين هيك مهضومين. هون عنا السكواش اللي هن سباغيتي سكواش، هيدا بتفتحها من جوا كانك عم تاكل سباغيتي فيجيتيريان بتكون رائعه. وهول اورجانيك بيبي كارتس، مش انه هن صغار، هيدا الصنف ما بيكبر بعدها كمان بيتاكلوا مع الاوراق. رح يكون في عنا ديلي 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 خضره موجوده دائما، في اورجانيك ومش اورجانيك وهيك. يعني بيرجع مثل ما قلت لكم ثلاث اربع مرات بالجمعه وريفل الخضره، سو موجودين في بيض بلدي، في كمان خبز، كله موجود. ورانا يعني هو اذا بدنا كريم هي اكبر محل مونه بركه بلبنان كله وبركه بالشرق الاوسط، فحيلا براند مونه بهمكم تعرضوا هون فيكم تحكونا او تطلعوا عليهم. رح نخليكم تطلعوا هيك شوي على كم براند سريعه ونرجع نحكي. هون عندنا كوان العرق، واغلبية العرق اللي هون هو عرق تفاح، يعني شغلة كتير مهمة وجديدة. وفي كوان الواين، عم ننقي كذا واينري يلي مش الواينريز كتير كبار، بس او اورجانيك او بيعملوا واين بطريقة سبيشل. كمان فيكم تجوا تشربوا واين عندنا. شغلة كتير مهمة انه هيدا الكونسبت هون هو بيت فريندلي، يعني فيكم تجيبوا الكلاب تبعكم ما في مشكل. هلا اذا هيك بيكونوا نقز مهزمين الكلاب اكيد بيكون احسن يعني، فهيدا كمل كل. ورح يكون عندنا كوان للحرفيين، رح يكون في كذا ايفنتس دائما تابعونا على السوشيال ميديا بتعرفوا فيهم. ورح يكون عندنا الماركت يلي هو بينعمل اذا بدكم الماركت مره بالشهر، ماركت كثير 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 كبير برا، هيدا كمان موجود. هيدا الكوان تبع قطايب الريف، يعني هيدا تقريبا اكبر طاونيه زراعيه بلبنان، هول كل اغراضهم موجودين كمان عندنا. هون كمان من الخيارات رح تكون موجودة معنا من وقت لوقت، بس الجبنة تبعها والغراض موجودين دايما. هلأ هون عم تعملنا لبنة مع خضرة. هلأ أنتوني بدبي، نحن عم ناكل لبنة من لبنان مع خضرة من لبنان، هو يستفل هو لعب دبي. يرجع هون رح يكون عنا دايما خبز من وسع مدريد. خلينا نفرجيكم والأجبان اول شيء عندنا صار ايراب موجود دايلي دايلي دايلي، وعاملين هيك لوب حلوه سابلي وشيء. هون الكوان رح يكبر كثير، عندنا بالاول اكيد كوان تبع من الخيرات، عندنا كوان تبع ايراب، عندنا كل شيء كمان مجمد ومجلد من مثلا صومو حتى. هون شيء كثير مهم، عندنا كل اغراض فرتيكه وبس من فالي بلانش. رح فرجيكم هيك شغله تشوفوا كيف. هيدا مثلا البولتي معموله بلبنان، مش بس هيك في كمان كل الغراض تبع الاوتروكات وغراض فكره بيروتيه. ورانا هون اذا بتطلعوا شمال ويمين اتس ان اجرو اندستري، يعني اذا انتم بالبيت بدكم تعرفوا كيف تعملوا مثلا بيره عرق اجبان، بدكم معصره تفاح موجود، كوان نحل اذا حابين تصيروا نحاله يحوا هون ونحن فينا نساعدكم فيه. اكيد في كوان الكتب، ومش بس هيك في عندنا كمان كوان للبتس، يعني اذا انتم حابين تشتروا اكل او حيلا شيء للكلاب صنع في لبنان. في رح يكون عندنا اكثر من 7 براند. ورانا كوان كوزمتكس، كوزمتكس يعني نحن في عندنا كل شيء له علاقه بالصابون البلدي واسنشال اويلز، كل هول معمولين بلبنان. شو رايك نروح نشوف الزعتر كيف صارت، اللبنه كيف صارت؟ مش ملحق اروح اخذها.
فهذا هي اوكي رح نكون موجودين كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم من 8 ل 8 ثلاث ارباع الاشياء اللي شفتوها هن الديلي بيسز موجودين برا رح يكون في لايك جاردن فيكم تجوا تقعدوا يو هاف كافي تتسقفوا تتعلموا في كثير اكل طيب مثل ما قلت لكم الديلي في سار بوتيتو بار سار في كاك في كافي هاوس قريبا ميدوز بيصير معنا وهيك ان شاء الله تكونوا حبيتوا كسليك على الطريق البحريه مقابل ما اكسبورت من 8 ل 8 كل يوم عايزين تعرفوا اشياء اكثر madebynature.com